السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلابنا علماء المستقبل من الصف 11 الفرع الصناعي. إن شاء الله اليوم نبدأ وحدة جديدة، هي الوحدة الثانية المجال الكهربائي بدرسنا الأول قانون كولوم. قانون كولوم طبعا كتير مهم، زي ما الكهرباء عندنا كتير مهمة مثل ظواهر البرق والرعد حولنا والأجهزة الإلكترونية، فخلينا نأخذ هذا القانون معنا. ويتوقع منك إذن عزيزي الطالب الآن بدرسنا اليوم أنك توضح المقصود بقانون كولوم والسماحية الكهربائية والشحنة النقطية. طبعا كل هدول تعريفات مهمة، اللي هي قانون كولوم، سماحية كهربائية، وأيضا الشحنة النقطية. ثاني نتاج عندنا تصف العلاقة بين القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين وكل من مقدار الشحنتين والمسافة بينهما. أيضا أنك تقدر طبعا جهود العالم كولوم في دراسة الشحنات الكهربائية. خلينا إذا متحمسين نبدأ درسنا. إذا بتقدر هون تعمل QR سكانر لهذا الكود حتى تقدر تدخل عنا على تجربة العالم كولوم، أو تدخل على الرابط بنفس بالأسفل. نبدأ إذن هنا كولوم تجربتنا على البرمجية فيت. في البداية إحنا بدنا ندخل على الأوتوماتيك سكيل بهذا الشكل، وتقدر تشتغل التجربة معنا. تظهر معك بالشكل التالي. إذن هنا بدنا نبدأ التجربة. هي عندي شحنة اللي على اليسار هي Q1، وهي شحنة على اليمين Q2. نتخيل إنه هنا أبعدنا هاي الشحنات عن بعضها، كان في شخصين يعني بيبعدوا هاي الشحنة عن بعضهم. لاحظ القوة المؤثرة على الشحنة الأولى والقوة المؤثرة على الشحنة الثانية مالهم؟ القوة متساوية. نيجي كمان الآن نلاحظ شو بصير بهذه القوة إذا إحنا غيرنا مقدار الشحنة. غيرنا إحدى الشحنتين اللي هي Q1، كمان القوة اختلفت وبنفس المقدار. غيرنا المسافة، بقيت القوة نفسها بنفس المقدار المؤثر على الشحنة الأولى وعلى الشحنة الثانية، حتى بس نغير المسافة. إذا لاحظت لما زدت أنت مقدار الشحنة زاد مقدار القوة المتبادلة بينهم، والقوة متبادلة يعني زي ما القوة اللي بتأثر على الشحنة الأولى كمان في نفس القوة تؤثر على الشحنة الثانية، فبنسميها قوة متبادلة. كيف بالنسبة لاتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الأولى ومؤثرة على الشحنة الثانية؟ القوتين عكس اتجاه بعض، يعني القوة المؤثرة على الشحنة الأولى لليمين والمؤثرة على الشحنة الثانية لليسار. ولو عكسنا إحدى نوعي الشحنتين، خلينا التنتين مثلا سالبة سالبة، رح يكونوا التنتين كمان القوتين باتجاه الخارج مبتعدين طبعا عن الشحنات. فإذا عرفنا العلاقة بين القوة والشحنة، كل ما زادت الشحنة عم بتزيد القوة. وشو لاحظت بالنسبة للمسافة؟ لما تزيد المسافة عندك بدها تقل القوة. لما تزيد المسافة يزيد البعد بين الشحنات عم بتقل القوة، وكل ما اقتربوا الشحنات من بعض بتزيد القوة. إذا هذا اللي درسه العالم كولوم، ووجد أن القوة الكهربائية الناشئة بين شحنتين كهربائيتين نقطيتين، الشحنة الأولى إذا كانت هي Q1 والشحنة الثانية كانت Q2، فإنه على كل منهم بتأثر قوة كهربائية. القوة الكهربائية على الشحنة الأولى بهذا الاتجاه، لأن الشحنتين عندي موجبتين، إذا في عندنا القوة مالها تجاذب أو تنافر، هون تنافر لأنه موجبة مع موجبة إذا تنافر. فنلاحظ إذا القوة هون اللي رسمناها مؤثرة على الشحنة الأولى، أعطيناها رمز F21، معناها هي القوة المؤثرة من الشحنة الثانية على الشحنة الأولى. وعندنا بالمقابل باتجاه هنا اليمين على الشحنة الثانية تؤثر قوة من الشحنة الأولى على الشحنة الثانية. إذا هذه هي القوة الكهربائية. المسافة اللي بين الشحنتين نعطيها الرمز R. شو علاقة F21 وF12؟ القوتين متساويتين. إذا F21 بتساوي F12 في تساوي بينهم. وبالنسبة للاتجاه متعاكستين، فإذا بنحط عندي الإشارة السالبة وبنحط إشارات المتجه. إذا هون القوة 2-1 بتساوي سالب القوة 1-2 كمتجهات، بحيث أن الإشارة السالبة هون معناها أنه عكس الاتجاه. فنأخذ هنا نص قانون كولوم. إذا الكولومز لو اللي توصل له هذا العالم ينص هذا القانون على أن مقدار القوة الناشئة بين شحنتين نقطيتين يتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما.
هذا نص القانون اللي هو قانون كولوم، ربط إذن بين مقدار القوة والشحنة والمسافة. فعندي إذن القوة بتتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين، وهي القانون موجود F بتساوي Q1 في Q2. Q هي عبارة عن مقدار الشحنة الأولى، Q2 مقدار الشحنة الثانية، تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهم. كيف يعني مع مربع المسافة بينهم؟ خلينا نشوف الآن بالتفصيل. هلأ Q1 حكينا هي شحنة رقم واحد، وعندي Q2 هي الشحنة الثانية. عندنا الـ R هي عبارة عن البعد أو المسافة بين الشحنتين، يعني بين Q1 و Q2، بين الشحنة الأولى والشحنة الثانية. أما بالنسبة للرمز هذا إبسيلون نوت والأربعة باي إبسيلون نوت، هذه قيمة ثابتة أوجدها العالم كولوم من خلال التجربة. وعندي الأربعة باي مضروبة بالإبسيلون نوت. شو الإبسيلون نوت؟ هي السماحية الكهربائية. هذه السماحية الكهربائية تختلف من مادة إلى أخرى، بحيث أنه مقدار سماحيتها لمرور الشحنات الكهربائية هي اللي بتعطينا قيمة هذا الثابت، وبتختلف زي ما حكينا من وسط لآخر. لكن إحنا هون لما نحط لها نوت، هاي الدائرة الصغيرة مقصود فيها أنه إحنا بنستخدمها للهواء أو للفراغ بقيمة ثابتة. فالقوة الكهربائية الناشئة إذن عن شحنتين، أخذ العالم كولوم كل مقدار الثابت اللي هو واحد على أربعة باي إبسيلون نوت وحطه بالرمز كي. فبتصير القانون عندي اللي هو قانون القوة بتساوي كي اللي هي ثابت، سموه ثابت كولوم، هذا هو ثابت إذن كولوم، بيساوي كيو واحد في كيو تين كي في كيو واحد في كيو تنين على آر تربيع، كلها بتساوي لي القوة. فإذا ننتبه إنه هون الكي هي عبارة عن واحد على أربعة باي إبسيلون نوت، وكم قيمتها عندي في الهواء أو الفراغ واللي إحنا هنعتمدهم بكتابنا، اللي هي القيمة 9 × 10⁻⁹ نيوتن في متر تربيع لكل كولوم تربيع. وطبعا هاي الوحدة بإمكانك أنت تشتقها وتتأكد منها. هذه القيمة إذا الثابتة اللي إحنا نستخدمها للكي. طيب ما المقصود الآن بالسماحية الكهربائية اللي كان رمزها بقانون كولوم بهذا الشكل وممكن أكتبها بهاي الطريقة؟ السماحية هون الكهربائية إيش معناها؟ الإلكتريك بيرميتيفيتي، خصيصة للمادة العازلة للكهرباء، تعبر عن قابلية ذراتها للاستقطاب عند تعرضها لمجال كهربائي. فإذا هذه هي السماحية الكهربائية، يعني خصيصة للمادة مين؟ العازلة للكهرباء، إذا مش للمواد الموصلة، للعازلة. بتعبر عن قابلية ذراتها للاستقطاب، الاستقطاب مقصود فيها عزل الشحنات أو فصل الشحنات عن بعض الموجبة عن السالبة عند تعرضها لمجال كهربائي. نيجي هون سؤال أفكر هنا، بناء حكينا عن العلاقة الرياضية لقانون كولوم، وبين ما يحدث للقوة الكهربائية الناشئة بين شحنتين تفصلهما مسافة في الهواء عندما أضع بينهما مادة من المطاط. مادة من المطاط سماحيتها الكهربائية تساوي 3 أضعاف سماحية الهواء. إذا هون عندنا العالم إجا حط مادة عازلة أخرى غير الهواء، حط لنا مادة مطاط. إيش بدها تفرق عن قانون كولوم للهواء؟ هلأ القوة الكهربائية لما تكون في الهواء بتكون K في Q1 في Q2 على الR تربيع، وإحنا عرفنا أنه الK اللي هي لها علاقة بالسماحية الكهربائية، فبدي أنا أفصل فيها، بدي أقول Q1 في Q2 مقسومة على الأربعة باي إبسيلون نوت واللي هي مقدار الكي. الكي دائما واحد على أربعة باي إبسيلون نوت، نكتبها بهذه الطريقة، مضروبة إذن في الآر تربيع. هذا لما تكون عندنا في هواء داخل بين الشحنتين الكهربائيتين النقطيتين. لكن لو عندنا حكالي هون السؤال ضاعفت الإبسيلون هاي نفسها 3 أضعاف، وإحنا بنلفظها إبسيلون، إبسيلون نوت هون بهاي الحالة اللي هي السماحية الكهربائية. فإذا القوة شو بصير فيها إذا في عندي في المطاط؟ بتكون بالشكل التالي: Q1 في Q2 ما طرأ عليهم تغيير مقسومين على 4 باي، بدل الإبسيلون نوت هنا بدي أحط 3 أضعاف الإبسيلون نوت مضروبة في الآر تربيع. بدي أطلع الثلاثة هنا للخارج أو كعامل بالخارج هيك بهذه الطريقة، تلت إذن في Q1 في Q2 مقسومة على 4 باي إبسيلون نوت تربيع، إبسيلون نوت فيش هون تربيع عندي، إذن إبسيلون نوت في الآر تربيع.
بهذا الشكل. إذا شو علاقة الإف اللي بالمطاط مع الإف اللي بالهواء؟ صارت بتساوي ثلث قيمة القوة المؤثرة في وسط مثل الهواء لما يكون بين الشحنتين. إذا تقل عندي القوة إلى الثلث. نيجي على الشحنة النقطية. إحنا عم نحكي هون بحالة قانون كولوم عن شحنات عم برسمها دوائر. شو هذه الشحنات؟ هي اسمها شحنات نقطية، هي لأنه عم بنكبرها إحنا بنرسمها دائرة، ولا هي المفروض شو تكون من اسمها؟ المفروض تكون أيوة نقطة، هي شحنات نقطية point charge. هي عبارة عن شحنة كهربائية يحملها جسم تكون أبعاده صغيرة ومهملة بالنسبة لمين؟ للمسافات بين الشحنات. شو يعني الأبعاد تاعت هاي الشحنة أو الجسم هذا الصغير مهملة بالنسبة للمسافات؟ يعني نص قطر هذه الشحنة يعني مهمل ولا يساوي شيء بجانب البعد بين الشحنتين، البعد اللي هو حكينا رمزه R. فإذا بهيك حالة إحنا فقط حنعتبرها وكأنها نقطة، من كتر ما هي بعيدين عن بعض حنعتبرهم كأنهم نقطة، وبنحدد عليهم القوة هنا F2-1 وهنا F1-2، وهذه هي المسافة بينهم بهذه الطريقة. إذن نتعامل إحنا هون بقانون كولوم مع شحنات نقطية مهملة الأبعاد. نلاحظ هون عندي في مثال شحنتان نقطيتان موجبتان تقعان على محور الإكس في الهواء بحيث تفصلهما مسافة، حكالي هون في الهواء تفصلهم مسافة 1.2 متر، كما في الشكل رقم 4 عندي هون. مقدار الشحنة الأولى هي Q1 4×10 القوة سالب 6، ومقدار الشحنة الثانية 6×10 القوة سالب 6 كولوم. أجد مقدار القوة المؤثرة في الشحنة الأولى وأحدد اتجاهها، ثم أجد مقدار القوة المؤثرة في الشحنة الثانية وأحدد اتجاهها. هلا لما يطلب عندي مقدار القوة المؤثرة في الشحنة الأولى، الشحنة الأولى هي عندي الشحنة الأولى، شو القوة اللي بتكون مؤثرة طبعا من الشحنة الثانية؟ من الشحنة الثانية، الشحنة الثانية بتنافرها فبالتالي بتأثر عليها قوة اللي هي بنعطيها رمز F2-1، هي مؤثرة في الشحنة الأولى بسبب تأثير الشحنة الثانية عليها. وعندي كمان لليسار اللي هي F1-2 اللي هي اللي طلبها المطلوب الثاني المؤثرة في الشحنة الثانية. نبدأ إذن نحل السؤال. فبنبدأ بالمطلوب الأول اللي هي القوة المؤثرة على الشحنة الأولى اللي هي رمزها F2-1 بتساوي K في Q الأولى مضروبة في Q الثانية مقسومة على مربع المسافة بينهم تربيع. إذا R تربيع اللي هي مربع المسافة بينهم اللي عندي إياها موجودة في السؤال 1.2. بدي أعوض في البداية مقدار الـ K وهي قيمة ثابتة 9×10 القوة 9 ضرب مقدار الشحنة الأولى اللي هي 4×10 القوة سالب 6 كولوم، بديش أحط إشارة الكولوم خلص على طول، بدي أضربها في مقدار الشحنة الثانية اللي هي 6×10 القوة سالب 6، بقسمها على مربع المسافة بينهم اللي هي 1.2، انتبه لازم تكون بالمتر. فبالتالي بنحصل على الإجابة التالية بعد التبسيط اللي هي 1.5×10 القوة سالب 1 نيوتن. وين اتجاه هذه القوة؟ ما دام عم نحكي عن قوة فهي كميات متجهة، لازم أحدد اتجاهها. حكينا اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الأولى هي لأنه في عندي تنافر، فهي هي F2-1 لليمين. نيجي على المطلوب الثاني اللي هو F1-2 القوة المؤثرة على مين؟ على الشحنة الثانية. قوة المؤثرة على الشحنة الثانية اللي هي F1-2 إلها شو علاقتها مع الـ F2-1؟ هي تساويها بالمقدار، تعاكسها في الاتجاه. فإذا بنحط عندي المقدار 1.5×10 القوة سالب 1 نيوتن وباتجاه يسار. إذا إحنا هيك طلعنا مقدار القوة المؤثرة على الشحنة الأولى، بعدين طلعت مقدار القوة المؤثرة على الشحنة الثانية المساوية لإلها معاكسة في الاتجاه. ناخذ كمان اذا مثال اخر، ثلاث شحنات تقع جميعها على محور الاكس في الهواء، يبين اذا الشكل هنا مقاديرها وانواعها والمسافات الفاصله بينها. اجد مقدار القوه المحصله المؤثره في الشحنه Q2 واحدد اتجاهها. وين الشحنه Q2؟ اذا احنا بدنا نحط نظرنا ونركز على الشحنه الثانيه اللي موجوده عندي هون بين الشحنتين. إذا هنا يعني بدنا نطور أفكارنا، بطلنا نحكي عن قوة متبادلة فقط بين شحنتين، إحنا هون في عندي ثلاث شحنات موضوعة. بناخذ في البداية
بين كل شحنتين لوحدهم، بنحدد مقدار واتجاه القوة. يعني مع الشحنة الثانية موجودة هنا في الوسط، كيف بتأثر عليها الشحنة الأولى؟ الشحنة الأولى موجبة بتأثر عليها بقوة تجاذب بهذا الشكل، هذه بتكون عبارة عن F واحد تنين. نيجي كمان ننظر على الشحنة الثالثة كيف بتأثر على الشحنة الثانية. إذا نحن بناخد كل شحنتين مع بعض، الشحنة الثانية هي المطلوبة، فكيو ثلاثة كيف بتأثر على كيو تنين؟ أكيد بتأثر عليها بقوة تنافر، لأنه سالب مع سالب تنافر، بده يكون عندي إذن بهذا الاتجاه التنافر، وهذه بعطيها الرمز F 3-2. فلما نيجي الآن نوجد القوة المحصلة أثناء الحل، بس نوجد F 1-2 بعدين F 3-2، نحسب مقدارهم نحددهم كم، من بعدها بنوجد قوة محصلة لما يكون القوتين بنفس الاتجاه. إذن نبدأ حلنا. عندي هون F 1-2 بتساوي K في الشحنة الأولى في الشحنة الثانية مقسومة على مربع المسافة بينهم اللي هو له رمز هنا R1 تربيع. 9 إذن في 10 للقوة 9، نعوض عوضنا الK، ضرب مقدار الشحنة الأولى اللي هي 3 × 10^-6 ضرب مقدار الشحنة الثانية اللي هي 1 × 10^-6. ولاحظ احنا ما عوضنا الإشارة، لأنه الإشارة لها علاقة بالاتجاه وليس لها علاقة بمقدار القوة لما نيجي نحسبه. إذا الإشارة السالبة ما بعوضها بقانون القوة، لأنه لها علاقة بالاتجاه وليس بمقدارها. على R1 تربيع اللي هي 3 × 10 كلها تربيع، تطلع معنا الإجابة التالية. إذا بعد التبسيط 3 × 10^-1 أو 3 بالعشرة نيوتن. إذا إحنا هيك حسبنا الإف 1-2. باقي علينا أيضا نحسب مقدار القوة اللي هي عندي إف 3-2، أي مقدار القوة اللي بتأثر فيها الشحنة الثالثة على الثانية، وبتكون عبارة عن كي في كيو. هالمرة بدي أحط رموز أو الأرقام للشحنات المطلوبة معنا أو المؤثرة، هي الشحنة الثالثة والشحنة الثانية، مقسومة على مربع المسافة بينهم اللي هو R2 تربيع. فإذا 9 × 10^-9 ضرب الشحنة الثالثة اللي هي 1.5 × 10^-6 ضرب الشحنة الثانية اللي هي 1 × 10^-6 مقسومة كلها على مربع المسافة بينهم 6 بالعشرة تربيع. أيوة بدها تركيز إذن لما نيجي ننقل الشحنات والمسافات. الآن بعد الضرب والتبسيط بدنا نوصل للإجابة التالية، إنه عندي القوة F 3-2 بتساوي 375/1000 ضرب 10^-1 نيوتن. إذن إحنا هيك طلعنا مقدار القوة اللي بتأثر فيها الشحنة الثالثة على الثانية. طيب إحنا بعد ما طلعنا قوة اللي هي F 1-2 وطلعنا كمان القوة F 3-2، كيف بدي أطلع القوة المحصلة؟ إني أجمع هدول القوتين، لأنه القوتين بنفس الاتجاه. إذن القوة المحصلة نحط هون الـ F الكلية أو المحصلة نقدر نكتب عليها، بتساوي الـ F 1-2 زائد الـ F 3-2. إذا نجمع القوتين اللي أوجدناهم نتوصل للإجابة التالية، إنه عندي القوة الكلية أو المحصلة 3.375/10^1 نيوتن. وين اتجاهها؟ لازم نحدده، لأنه إحنا بنحكي عن كميات متجهة لليمين. إذا لا تنسى بهيك سؤال، إنه ركزنا على الشحنات، السالب موجب بدهم يتجاذبوا، سالب مع سالب بدهم يتنافروا، وحددنا اتجاهات القوة، طلعنا مقدار القوة باستخدام قانون كولوم، بعدها طلعنا القوة المحصلة لما كانوا القوتين بنفس الاتجاه بنجمعهم، لو كانوا عكس الاتجاه عكس بعض بدنا طبعا نطرحهم وبتكون باتجاه الأكبر. فإذا دائما لما نيجي نعوض بمقدار الشحنة لا تنسى أنه ما بنعوض الإشارة السالبة، لأنه إحنا بنحكي عن كميات متجهة، فالإشارة السالبة لا تعوض بالقانون وإنما لها علاقة بالاتجاه إن كان تجاذب أو تنافر. عندنا هنا جدول بيحدد لنا في بعض الأحيان، لأنه بذكر لنا في الأسئلة مقدار أو وحدات مختلفة عن الكولوم، فممكن يذكر لي ملي كولوم.
او ممكن يحكي لي مايكرو كولوم، مقدار الشحنه مايكرو كولوم لسه اصغر من الملي كولوم، وكمان في عندي النانو والبيكو والفيمتو. اذا كل هدول ممكن بادئات استخدمهم مع الوحده كولوم بحيث نعبر عن مقدار الشحنه النقطيه. ايش الملي بتساوي؟ طبعا الملي رمزها ام، سمول ام، وبيكون عبارة عن 10 قوة سالب 3 من الكولوم، لأنه إحنا دائما نضطر نحول للكولوم لما أجي أطبق قانون كولوم. عندي المايكرو، أي رمزها مايكرو، هي مثل حرف الام لكن في عندي طرف طويل وطرف قصير بهذا الشكل، وهي عبارة عن 10 قوة سالب 6 من الكولوم. عندي النانو، النانو رمزها سمول ان، وهي 10 قوة سالب 9. ونلاحظ أنه عندي هون شو عم بصير؟ كل شوية أنا عم بنقص 3 من الأس، يعني سالب 3 ناقص 3 بصير سالب 6، كمان ناقص 3 سالب 9. فبهذه الطريقة بتقدر تحفظ الجدول بشكل أسرع. البيكو هي بي و10 قوة سالب 12. الفيمتو اللي هي الأصغر ورمزها اف وعبارة عن 10 قوة سالب 15 اللي هي العامل الأسي لإلها. طبعا لو طلب منا مثلا عندي 5 ملي كولوم، كم هذه من الكولوم؟ فورا انا بستبدل الملي في العامل الاسي لها وبقول هذه 5 في 10 القوة سالب 3 كولوم، وهذا اللي بنعوضه بقانون كولوم. لو ذكر لي العكس، حكى لي عندي 5 كولوم، كم هذه مثلا بالمايكرو كولوم؟ فبهيك حالة بيكون بدك مش تضرب، بيكون بدك تقسم على العامل الأسي اللي هو 10 قوة سالب 6، فبتصير 5 في 10 القوة 6، لأنه تقسيم العشرة قوة سالب 6 بتصير كأنه ضرب العشرة قوة 6 كولوم، مايكرو كولوم هون. إذن هذا الجدول مهم عنا أنه نحفظه حتى نقدر نحول من بادئة إلى أخرى. وبنهاية درسنا اليوم نتوقع أنك تكون توصلت للمفاهيم التالية: حكينا عن قانون كولوم، تكلمنا عن تعريف الشحنة النقطية وكيف إحنا بنستخدمها بقانون كولوم، عبرنا عن القوة الكهربائية اللي موجودة، قوة كهربائية متبادلة بين شحنتين، وحكينا شو هي السماحية الكهربائية للمواد العازلة. وبنهاية الدرس بدناك تحل هذا الواجب بنفسك باستعمال ورقة والقلم، ضروري طبعا نستعمل المتغيرات هون: شحنتان كهربائيتان موجبتان مقدار كل منهما 5 مايكرو كولوم، تفصلهما مسافة 5 بالعشرة متر. احسب مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر بها إحدى الشحنتين في الأخرى. ممكن ترسم حتى تبسط السؤال لنفسك. وهيك انتهينا من درسنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله في دروس قادمة، ولا تنسى أن الإصرار هو الفرق بين الممكن والمستحيل. شكرا لكم.